حاسبات ومعلومات، كلية اللي كل الناس رايحة تدخلها اليومين دول. هي المستقبل، هي اللي فيها فلوس، هي اللي فيها دولارات، هي الشغل كله في المستقبل، فكله رايح يدخل كلية حاسبات دلوقتي. انا سمعت نفس الكلام ودخلت حاسبات، وجاي اقول لك تجربتي. الفيديو ده هقول لك على الحاجات اللي اتصدمت بيها لما دخلت حاسبات عشان تبقى عارفها كده على نور من قبل ما تدخل الكلية. ازيك اللي مفيش زيك. في الاول كده هقول لك حاجه سريعه، في اخر الفيديو خالص هسالك سؤال معين كده، لو انت عرفت تجاوبه او قربت من الاجابه فانت كده لازم تدخل حسابات ومعلومات. وش بس ايه السؤال بقى وايه تفاصيله؟ خليه لاخر الفيديو. اول حاجه، احنا بنعمل ايه في حسابات؟ يعني حسابات دي انت بتدخلها بتطلع تعمل ايه في حياتك؟ في ناس عرفها كانت فاكره انك بتدخل حسابات فتطلع جرافيك ديزاينر، انت مثلا بتصمم البوسترز والتصميمات والاعلانات، تعمل لوجو المطعم او لوجو البراند وتعمل له التصميمات اللي بتنزل على السوشيال ميديا. دي مش حاسبات، دي كلية فنون جميلة. نفس الناس كانت فاكرة ان الحاسبات بتدخلها بتطلع فيديو اديتور، يعني راجل بتعمل مونتاج، يعني يجي لك الفيديو تقعد تقصقصه وتمنتجه وتشيل منه الاخطاء وتحط بقى جرافيكس تكست تدخل بقى ونار مثلا تطلع من ورا وتعمل ايه، تظبط الفيديوهات. دي مش حاسبات، دي كلية اعلام. عشان نبقى كده على نور، انت بتدخل حاسبات مش بتصمم صور ولا اي تصميمات ولا بتمنتج فيديوهات، انت واحد بتشتغل بروجرامر، مبرمج. يعني ايه المبرمج ده بيعمل ايه؟ يعني بيعمل برامج، جاية من اسمها. برامج زي ايه؟ يعني تعمل مثلا ابلكيشن زي فيسبوك على الموبايل، ابلكيشن زي يوتيوب، تعمل برنامج زي اوبر مثلا. دي كلها ابلكيشنز انت كطالب حاسبات شغلانتك لما تتخرج هتعرف تعمل الحاجات اللي زي كده. او انك تعمل مواقع، مواقع زي ايه؟ موقع زي جوجل مثلا، تدخل تسيرش عليه، موقع زي ما فيسبوك برضو بيشتغل على الكمبيوتر، موقع مثلا كورسات، تدخل تاخد كورسات زي مثلا ينفع. اي موقع بيشتغل على الكمبيوتر برضو انت كواحد بتاع حاسبات المفروض شغلانتك انك ايه، تعرف تعمل الكلام ده. فانت بتطلع تعمل ايه لما تتخرج؟ بتعمل برامج، سواء بقى على الموبايل او على الكمبيوتر. وفي بعض الكليات كده اللي هي بتكون غالبا متفرعه من هندسه بيبقى ليك علاقه شويه بالروبوتات، انك بتعمل روبوت بيتحرك، او مثلا تعمل نظام لعربيه مثلا بيشتغل بطريقه معينه، روبوت ارم مثلا اللي بتساعد العيانين مثلا ان هم يمسكوا حاجه، فاهم؟ او مثلا بتعمل اجهزه اللي بتساعد الدكاتره في العمليات، فاهم؟ فاي حاجه شغاله بالتكنولوجيا دي ليها علاقه بتاع حاسبات. المجال اللي ليه علاقه بالحاجات اللي ممسوكه اصلا زي الروبوتات والعربيات وكده ده اسمه مجال امبيدد. سيبك من الاسامي دلوقتي، دي اللي بقى ليها قصه بعدين، بس عايزك تبقى كده على نور فاهم انت داخل حاسبات تتعلم ايه. معلومه غريبه قوي سمعتها من يعني صاحب شركه تكنولوجيا كبيره في مصر، ان هو مش لاقي حد يشغله. الجمله نفسها انا اتصدمت اول ما سمعتها، يعني كميه الطلبه اللي بلاقيها بتدخل حاسبات فعلا الارقام مش طبيعيه. بما ان ناس كتيره بتدخلها انا عارفها، فاكيد ناس كتيره بتتخرج منها. طب انت ازاي مش لاقي حد تشغله؟ الاجابه كانت ان مش كل الناس ذات كفاءه انهم يروحوا يشتغلوا. يعني واحد بيدخل حاسبات ويتخرج وما يلاقيش شغل علشان مستواه مش جايب المتطلبات بتاعه السوق. فانت من اول ما انت بتدخل الكليه لازم تشتغل على نفسك جنب الكليه علشان لما تتخرج تلاقي شغل، لان بتاع الشغل الدراسه اللي انت بتدرسها في الكليه ما بتكفيهوش. فانت لازم تشتغل وتنزل تدريبات كل صيف وتاخد كورسات اثناء الكليه واثناء الصيف. فانت لازم تشتغل على نفسك جامد قوي من اول ما تدخل الكليه علشان لما تتخرج تاخد الفلوس اللي كانوا بيحكوا لك عليها. بمناسبه الفلوس، فالفلوس كتيره ما تقلقش. يعني انا اللي اعرفه ان بتوع حاسبات هم اعلى مرتبات لحديث التخرج في مصر. الميزه عندك في مجالك ان تشتغل بره مصر عادي من وانت في مصر، فانت ممكن تاخد مشاريع كده تخطيف جنب شغلك تشتغلها بالليل مثلا بعد ما تخلص الشغل بتاعك، هتزود لك مرتبك الضعف مثلا لانك تشتغل بالدولار. فالحوار جامد وهتلاقي فيه فلوس لو انت كنت شاطر فيه يعني اثناء الدراسه. انا الدفعه بتاعتي 400 واحد، 100 منهم او 150 منهم شالوا مواد سنه اولى ونازلين دلوقتي في السمر، بس هم ما اشتغلوش على نفسهم من اول ما دخلوا الكليه. هم داخلين على اساس ان هم هيلموا المواد ليالي الامتحان ويعدوا. الكلام ده بغض النظر ان هو مش هيعرفوا يشتغلوا لما يتخرجوا، بس هم كمان سقطوا في المواد، لان المواد بتاعتنا كلها او اغلبها ما بتعتمدش على انك تلمها ليلة الامتحان.
هي مواد كلها عملية. يعني ايه عملية؟ يعني انا عندي في الكلية او في الجامعة في كل اسبوعين كويز، يعني امتحان صغير كده على المادة ب 10 15 درجة، فانت كل اسبوعين لازم تذاكر كل اللي اتشرح عشان تعرف تجيب درجة عالية في الكويز دوت. يعني تعالى اقول لك تقسيمة الدرجات لمادة زي البروجرامنج. عندي انا اول حاجة عندي درجات على الامتحانات الصغيرة اللي هي بتكون حوالي كل اسبوع او كل اسبوعين، حوالي 20 درجة. بعد كده عندي 20 درجة للتسليمات وللحضور، انك بعد كل اسبوع بيطلب منك هتعمل حاجة وتسلمها، دي بيبقى عليها جزء من الدرجات، والحضور عليه درجات، وعندك امتحان عملي عليه درجات، وعندك ميد ترم عليه درجات، وعندك فاينل عليه درجات. الفاينل بيبقى عليه 40 درجة، والباقي كله بيبقى عليه 60 درجة. ده عندي ممكن الجامعة اللي انت تدخلها ما تبقاش نفس التقسيمة بالظبط، بس اغلب الجامعات بتبقى زي كده. فالمهم كنت بقول لك انك لو مقفل ال 60 درجة دول انت داخل الفاينل اصلا ملك مستريح، انت تحل اللي تحله انت كده كده ناجح. فهو المجهود اللي انت المفروض تعمله، المفروض تعمله طول السنة عشان تقعد تجمع في الستين درجة دول. بعد كده تدخل الامتحان الفاينل، انت كده 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 كنت بتذاكر طول السنة، فانت هتبقى بتراجع مراجعة خفيفة او مراجعة ليلة الامتحان وتجيب درجة كويسة في الفاينل. لكن انك تذاكر بس ليلة الفاينل انت ضيعت 60 درجة، انت سقطت اصلا صباح الفل. ف المذاكرة لازم تبقى من اول يوم، غير كده هتسقط، لان ده نظام الجي بي ايه. نظام الجي بي ايه انك بيبقى فيه شوية حاجات كده بتجمع درجات طول السنة، ما بتعتمدش على امتحان الميد ترم والفاينل بس، فانت لازم تذاكر من الاول، خصوصا ان احنا كمان كلية عملية، فانت لازم تشتغل ايه جامد قوي من الاول. نرجع بقى لل 150 اللي كنت بقول لك ان هم سقطوا. ال 150 سقطوا ليه او شالوا مواد ليه؟ علشان ما كانوش بيذاكروا اول باول، يعني يجوا للكويز يخسعوا فيه، يقول هنعوض في الكويز اللي بعديه، يجوا في الكويز اللي بعديه يخسعوا فيه برضه، يتسوحوا بقى يعني 20 درجة للكويزات كده طارت. يجوا بقى للميد تيرم من 20 درجة يجيبوا 10، فاهم؟ فانت يجوا بقى الفاينل يشدوا يجيبوا 40، يكونوا مجمعين مثلا على مدار الترم كله 10 درجات، ف40 في الفاينل دي شبه مستحيلة اصلا، انت مقفل 40 من 40 وممكن، فاهم؟ فالحوار انا مش حاسس ان انا لخبطتك، بس اللي عايز اقوله لك انك ذاكر من اول السنة عشان ما تتسوحش، ما تزنقش نفسك ليلة الامتحان، لانك لو عملت كده هتسقط، لان الكلية ديت لازم تذاكر فيها من الاول. هو ايه اللي بيضحك؟ تاني حاجة حاسبات، اول حاجة فيها كده صباح الخير حاجة اسمها بروبلم سولفينج. ايه البروبلم سولفينج ده يا معلم؟ حاجة اسمها الحل المشكلات او حل الالغاز، تحل الالغاز وتقعد تفكر وتعصر دماغك الحل ممكن يجي ازاي، طب ممكن نحلها بالطريقة ديت او الطريقة ديت، الاتنين برضو ينفعوا. فكرة ان تحليل بقى السؤال وانك تحاول تحله بكذا طريقة، ده البروبلم سولفينج. اللي هي الالغاز لو هنبسطها، يعني تقعد تحل في المشكلة وتديها وقتك، يعني ما بتقعدش تزهق من الحل، لازم يبقى نفسك طويل. يعني مثلا لما تيجي مثلا تسطب برنامج وتلاقي فيه ايرور طلع لك او مشكله طلعت لك، مش من النوع اللي تزهق وتسيب الكمبيوتر وتمشي، لا، انت بتفضل تبحث وراها لحد ما تحلها والبرنامج يشتغل في الاخر، حتى لو الموضوع ده خد منك ساعه او اتنين او تلاته، بس انت بتفضل ورا الحاجه لحد ما تعملها للاخر او فاهم تحل المشكله. ف دي مهاره البروبلم سولفنج لازم تبقى عندك، مش حاجه مجازيه ان انا بقول لك هتتعلم لحد ما تموت، واللي بيتعلم ما بيتعلمش بيموت. هو انت بجد هتفضل تتعلم، انت مثلا انت في اي كليه عامه بتتعلم الاربع سنين كليه وبعد كده تشتغل، احنا عندنا احنا بنتعلم اربع سنين كليه وبعد كده بنتعلم ونشتغل في نفس الوقت. ليه؟ لان التكنولوجيا بتتطور بطريقه مش طبيعيه، بطريقه صاروخيه، كل حوالي اربع خمس سنين بتظهر تكنولوجيا جديده من الصفر انت محتاج تتعلمها علشان تواكب، لان هي بتغطي على التكنولوجيا القديمة، فانت لو فضلت تستخدم التكنولوجيا القديمة انت مش هيحتاجوك بعد شوية، وهيشغلوا اللي لسه طالع خريج جديد اللي بيتعلم الحاجات الجديدة. فانت فعلا لو ما تعلمتش التكنولوجيا الجديدة اللي بتطلع كل شوية انت مش هيبقى ليك مكان في الشغل او في السوق. فبالتالي في الشركات المحترمة النظيفة الكبيرة بيخلوا في اول كل يوم ساعة او ساعة ونص كده من وقت الشغل كلنا نقعد ندور ونتعلم الجديد اللي بيطلع في السوق. ايوة، لان كل يوم في حاجات جديدة بتطلع فانت محتاج تفضل تتابع. فالشركات بيخلي في وقت كده للموظفين في اول ساعة مثلا في اليوم
تابع بقى وذاكر الجديد اللي بيطلع، علشان مش بعد مثلا سنتين تلاتة تلاقي نفسك قاعد شغال في النظام القديم والنظام الجديد طلع وايه والشركة هتغير. فالمجال بيتطور بطريقة مش طبيعية. فانت لو مش عندك القدرة انك تفضل تتعلم او مش عندك الصبر في كده، انت ما تدخلش حاسبات. انا مش بخوفك من الكلية، بس انت لو حابب المجال انت كل يوم هتحب تتعلم ويبقى عندك فضول انك تشوف ايه الجديد. فالحوار ده قد ما هو متعب ويبان ان هو مش ألذ حاجة، بس هو ممتع لو انت عندك فضول تعرف كل شوية ايه اللي بيتطور وايه اللي بيطلع. فانت في الكلية انت بتدور على الحاجات اللي انت بتدرسها في الكلية عشان تدرس المنهج بتاعك الجديد كمان. فانت اساسا لو درست العادي بس انت هتلاقي نفسك متأخر، مش ماشي مع السوق اصلا، فاهمني؟ تاني حاجة، انت مش محتاج تتعلم بس في وقت الدراسة، انت محتاج تتعلم في وقت الاجازة علشان المجال بيتطور بسرعة. وكمان في قصة كده، ان احنا في الجامعة بنتعلم ساينس ما بنتعلمش تكنولوجي، فانت محتاج تتعلم تكنولوجي. خلي القصة ديت نبقى نتكلم عليها في فيديو تاني. بس اللي انا عايز اقوله لك، انت في الصيف بتاخد كورسات وفي الشتاء بتدرس المنهج بتاع الكلية وبتدور عليه اونلاين عشان تطور في نفسك فيه اكتر. فالتعليم من اول ما بتدخل حاسبات ما بيوقفش. حاجات كده سريعة هقولها لك برضو، لو انت ما بتعرفش تشتغل مع مجموعة من الناس، المهارة ديت لو هي مش عندك فهي هتبقى عندك في الكلية، لانك غصب عنك هتشتغل على مشاريع. بس اللي عايز اقوله، لو انت جربت تعمل كده ولقيت نفسك مش حابب تعمل كده تاني، فالكلية ديت ما تدخلهاش، لان احنا بنعتمد على انك تشتغل مع جروب، مفيش مشروع بيقف على بيشتغل واحد لوحده، فاهمني؟ دي نقطة. النقطة التانية، الانجليش بتاعك. لو انت الانجليش بتاعك مش احسن حاجة، لازم تشتغل انك تطوره لو هتدخل حاسبات. لو الانجليش بتاعك مش هيبقى كويس او مش ناوي تطوره، ما تدخلش حاسبات. لان ايه، احنا كل حاجة عندنا بالانجليش. انت هتدخل ماس بالانجليش، كل موادك بالانجليش. يعني عندي المواد كلها، انترو انتو كمبيوتر ساينس بروجرامينج انجليش ديسكريت ماثيماتكس لوجيك ديزاين فيزيكس، كل حاجة بالانجليش. غير كده ككلية انت عندك لما تيجي تدور على اي حاجة انت بتدور، تفتح لك مواقع كلها مقالات انجليش في انجليش، تقعد تقرا فيها عشان توصل لمعلومة معينة محتاجها في مشروع مثلا. وغير كده الكورسات التقيلة قوي بجد كلها انجليش، انت ما هتسمع ناس بتتكلم انجليش. فحوار الانجليش دوت، لو ناوي تدخل حاسبات وانت مش قد كده فيه، فاول ما تدخل الكلية نصيحة مني اتعلم انجليش. يعني ده هيفرق جدا معاك بعد كده. يعني ممكن ما تحسوش في سنة اولى، بس هتحتاجه اكتر لما تكبر، علشان هتلاقي المصادر العربي بتقل واحدة واحدة وما يتبقاش غير الانجليش انك تستخدمه. يعني مثلا في اول حاجة كده، انت هتدرس مثلا سي بلس بلس اساسيات، فانت هتلاقي ناس كتيرة شرحها على اليوتيوب. تكبر كده سنة هتحتاج تدرس الجوريزمس وداتا ستراكشر، تيجي تدور عليها هتلاقي الناس العرب اللي بيشرحوها قليلين، فانت بقيت مجبر انك تسمع ناس بالانجلش، فانت الانجلش بتاعك ضعيف، فهتعمل ايه؟ هتتسوح، فاهم؟ فلو ناوي اتعلم انجليش كويس. وماركتنج كده، حركة تسويق، انا هعمل فيديو ازاي تتعلم انجليش او تطور مستواك لو انت ميح خالص ما عندكش اي فكرة ازاي الانجليش ده تتعلمه لحد ما تبقى سوبر هيرو تقدر تتكلم انجليش بطلاقة وكده، او ازاي انا عملت كده، هقولك على تجربتي بتفاصيل شوية في فيديو جاي بعد كام فيديو كده. فسبسكرايب بقى وجرس ولايكاتك، لان الفيديو ده هيوديك في حتة تانية. ما حدش عمله على كده، يعني مش هقول لك الكلام الهبل اللي منتشر على اليوتيوب، كلمتين كل الناس بتيجي تقعد تقولهم، انا بقول لك حاجات مختلفة عن تجربة. مش عايز اشكر من نفسي، بس ايه، هيفوت، بس عايزة تشغيل دماغ، عايزة لوجيك ثينكينج، يعني انك تفكر بشكل منطقي والاي كيو بتاعك يبقى عالي شويتين ثلاثة كده، لانه بيفرق. في مسابقات، يعني انا مش عايز اقول لك على المميزات الكلية، خليها للفيديو الجاي، بس في حاجات جدا ممتعة هحكيها لك الفيديو الجاي عن الكلية. الفيديو ده عيوب والفيديو الجاي مميزات، فعشان كده تلاقيني بقول الحاجات طيب يعني الفيديو خلص. كنت عايز بس اقول لك على حاجتين كده في الاخر. لو انت ما بتحبش تقعد على الكمبيوتر كتير وما عندكش خلق انك تفضل قاعد عليه بالتمن تسع ساعات في اليوم، ما تدخلش حاسبات، لان هو ده شغلنا اصلا، نقعد على الكمبيوتر، او في اغلب شغلانات حاسبات يعني هو لازم كده كده. اول 8 9 سنين من تخرجك هتعمل كده، بعد كده ممكن تشتغل مثلا بروجكت مانجر وانت اللي بتوصل المبرمج بالبيزنس، فاهم؟ قصة كده مش هتحتاجها غير لما ايه تشتغل بايدك كذا سنة. تاني حاجة، يبقى عندك دقة في التفاصيل،
تقعد تركز كده في تفاصيل كتيرة وتحل بقى مشكلات. بما اننا وصلنا لاخر الفيديو فانا هعمل حاجة قمة في المتعة. يعني انت لو حسيت بمتعة كده وانت هقول لك بعد شوية، انت كده لازم تدخل حاسبات. انا هقول لك لغز، اللغز ده قاله لنا في اول سيكشن في الجامعة. اول سيكشن لقيت المعيد داخل وشارح بقى البروبلم ديت او السؤال دوت، وقال اللي هيجاوب على السؤال ده هياخد بونص. فانا هقول لك السؤال وانت هتحله في كومنت، وانا لو لقيتك حليته حل صح هرد عليك، يعني هقول لك برافو عليك انت حليت، ادخل حاسبات، فاهم؟ فهقول لك اللغز دلوقتي. طيب السؤال هو، معلش السؤال طويل فانا هقراه وهحاول ارسم لك حاجه كده. بص، عندنا اربع اشخاص، اب وام وولد وبنت، ولادهم يعني، عايزين يعدوا جسر والدنيا ليل ومش معاهم غير كشاف واحد. فهو دلوقتي في جسر وعايزين يعدوه والدنيا ليل ومش معاهم غير كشاف واحد. ايه المطلوب؟ ان هما لما بيجوا يعدوا الجسر ده ما بيشيلش غير اتنين، يعني ما ينفعش يعدي عليه غير اتنين. والمشكلة ان كل واحد فيهم بيعدي بسرعة معينة، يعني الاب سريع، الابن ابطأ شوية، الام ابطأ، فاهم؟ فكل واحد بسرعة معينة. المشكلة لو في اتنين مشيوا مع بعض بيمشوا بسرعة البطيء، يعني مثلا الاب بيمشي في دقيقة واحدة، بيعدي الجسر في دقيقة، الام بتمشي في دقيقتين، الولد الصغير بيمشي في 5 دقايق، البنت الصغيرة بتمشي في 8 دقايق. فمثلا لو اللي هو الاب اللي هو بيمشي في دقيقة والام بتمشي في دقيقتين، يبقى هما الاتنين هيعدوا في دقيقتين، فاهمني؟ هما بيمشوا بسرعة الابطأ اللي بياخد وقت اطول. فاللغز هو عايزينك تعديهم كلهم الناحية التانية في مدة ما تزيدش عن 16 دقيقة، يعني تكون 15 دقيقة فما اقل، يعني اخرك 15، ماشي؟ دي حاجة. الحاجة التانية، لازم واحد يرجع الكشاف للباقيين، يعني ما ينفعش اتنين ياخدوا الكشاف ويروحوا بعد كده حد يروح، لازم حد يرجع لهم الكشاف. وهو بيرجع لهم الكشاف هو هيمشي، فهياخد وقت، فالوقت دوت هيتحسب معانا. ده اللغز، عايزك تجاوب عليه وتكتب لي الاجابه في كومنت. بس كده، اشوفك في الفيديو الجاي بمميزات بقى حاسبات والحاجات الجامده اللي فيها. كان معاكم ديفيد، بيس.